مرحبا واهلا فيكم. اليوم عندنا تسجيل جديد بسلسله عيشه الفهيم مع البهيم داء صغير. تبطل يعني هالمره يعني شي بتقلي حل، شي بتقلي ما بعرف شو. منيح، فهيمنا اليوم هو فنان تشكيلي مشهور بسوريا اسمه مصطفى علي، ويلي عطاه الموافقات ليقوم بهالفعل الشنيع يلي قام فيه واللي لقى يعني استهجان واسع بكل الاوساط السوريه. الحدث هو اسمه ملتقى الفن التشكيلي الطرقي، باختصار هذول الناس يعني بيروحوا وبيرسموا على الجدران في بعض مناطق دمشق. اللي صار امبارح انه اختاروا اقدم حي في دمشق القديمة اسمه حي التيامنة، قريبا باب مصلى داخل يعني اسوار المدينة القديمة، وراحوا عملوا مجموعة من الرسومات. تماما، هالمرة جبتها تماما، يعني هي حقيقة شخابيط شفنا بالصور اللي راح استعرضها معكم. أطفال، مراهقين منهم كبار، عم يعملوا رسومات، ولكن هالرسومات الحقيقة ما لازم تكون بهذا المكان الأثري. يعني رسومات لا بتتناسب مع طابع المكان ولا بتتناسب مع قيمته، والرسومات بحد ذاتها هي نوع من التجريب والشخبطة حقيقة. يعني هي خرابيش أكثر ما تكون رسومات بتليق بالمدينة القديمة، إذا كان فعلا ممكن الواحد يرسم على النوع من الجدران الأثرية الموجود. هذا شيء بكلام المختصين هلا رح نراجعه، ما صار بأي بلد في العالم. فبالإضافة إنه ما بصير نرسم ونشوه هيك جدران أثرية لمدينة يعني قديمة جدا، آلاف السنين عمرها. بالإضافة لذلك يعني كان الرسومات بحد ذاتها سيئة، منها غير مكتملة، منها ما لها معنى، منها يعني الحقيقة شيء غريب عجيب. هلا زيادة بالفهم، طبعا هو اللي أعطى الموافقات على هالعملة هي. في شخصية معروفة بدمشق، يعني باحث تاريخي معروف وله مؤلفات وكتب عن مدينة دمشق، يمكن هو من أكثر العارفين بتاريخ المدينة وشو ممكن يأثر على تاريخها أو ما يأثر. بيكتب على صفحته الدكتور سامي مبيض بأنه هو اتصل مع الفنان التشكيلي مصطفى علي وناقشوا الموضوع، ولكن هذا الشخص مصر أنه اللي صار منيح وأنه جمالي وجيد. وأنا طبعا بترك لكم الحكم لكم في هذا الموضوع. اللي بحسن أقوله إن كان بالتاريخ أو بالفن، في كثير من يعني وجهات النظر أو الآراء اللي كانت هاجمت العمل بشدة، بالإضافة أنه حتى سكان المنطقة والرأي العام بشكل عام كان ضد. يعني من النادر أنه تلاقوا تعليق يوافق هذا الفهيم على العملة يلي ما فيهم يزيلوها، ما بتنشال معهم؟ ده ما بعرف والله إذا بتنزال، ويمكن يزيلوا الشام كلها، ولا والله يستر ما يزيلوا الشام كلها. فهذا هو الحدث اللي حبيت أنقلكم إياه وأسلط الضوء على أحد الفهمانين في بلدنا يلي مع الأسف ما في غير عم يتسبب مجموعة من الأشخاص اللي ما بنعرف كيف يعني لهم السلطة ولهم النفوذ بأنه يقوموا بهيك أعمال وأعمال مشابهة يلي عرضناها، وبالإضافة أنه يتمسكوا بوجهات نظر يلي هي واضحة وبينة. عوض ما الإنسان يعتذر عن الخطأ ويحاول يصلحه بيتمسك فيه. ما بعرف إذا هذا كان الخطأ ممكن تصحيحه، مثل آلاف الأخطاء يلي مرت عبر تاريخ سوريا واللي ألغت كثير من الأوجه الجمالية يلي فيها. إذا مرة تانية أنا يعني لازم أذكر، إذا عجبكم عجبكم المحتوى المحتوى عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة، بلا 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 إيه بلا. لازم أذكرهم والله بعرف. طيب والله فهمنا، اتركهم على راحتهم والله فهموا إذا عجبهم، والله تاركهم على راحتهم، اتركهم على راحتهم. طيب، هني على راحتهم، أنا بس مجرد تذكير. إذا ما ذكرت عادة ما بيصير في مشتركين جداد. طبعا يعني اشتركوا بالقناة على راحتكم إذا كان هذا الموضوع عجبكم، أو إذا أنتم حابين تاخذوا إشعار بكل تسجيل يعني ممكن ينزل على القناة جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.